هذه الدورة زيادة رفع الكفاءة لدى ضباط الصف في جانب التصوير حتى يكونوا قادرين على أن يكونوا مصورين جيدين داخل وحداتهم، وذلك لغرض نقل الخبر والصورة من داخل وحداتهم في أي نشاط يقام، سواء كان نشاط عسكري أو نشاط ثقافي أو اجتماعي داخل وحداتهم. هذه الدورة يشرف عليها أساتذة أفاضل من الجامعات ومن المختصين في جانب التصوير، كذلك في جانب المونتاج. ضباطنا وضباط صف ونقدر حتى نرد ونتحدث مع باقي الزملاء، يعني حتى لما ينخشوا في موضوع ولا قاعدوا في أي مجال ولا أي حد يقدمنا أي شيء نقدروا. متواجدين في مجلس التوجيه المعنوي بخصوص دورة الإعلام والمونتاج وصحافة الموبايل. طبعا المدرسة، نشكر المدرسة وعلى العاملين في المدرسة بخصوص الدورة. الدورة كانت مدتها من أسبوعين إلى 3 أسابيع. استفادة كبيرة عن طريق الأساتذة.